السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. معكم دكتور كمال بن حيون، أخصائي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي. حصة اليوم تتعلق بسرطان الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي طبيعة الحال كيتعلق بسرطان الأعضاء ديال الجهاز الهضمي، واللي كتار واللي كيجي في أول القائمة هو سرطان الكولون، سرطان المعدة، وطبيعة الحال كاين سرطان البلعوم، سرطان الكبد، البنكرياس، المسالك المرار إلى آخره. وهذا السرطان عرف بحال غيره من سرطان الأعضاء الأخرى تغيير في الإبيديميولوجيا ديالو، يعني ولا كثير، ولا كنشوفوه بواحد الشكل أكثر من السابق. علاش؟ كاين على الأقل جوج الأسباب. اولا لان الناس ولات تعيش مده اطول، وثانيا لان الشكل ديال التغذيه تغير بصفه كبيره. تغير لان ما تنبقينش ناكلوا الماكله التقليديه، بقينا تناكلوا بزاف ديال الاشياء معلبه ودخلت فيها التصنيع، تناكلوا اللحوم بصفه كثيره، هذا من جانب الماكله، من جانب الحركه والرياضه ما تنتحركوش اكثر، كنستعملوا السيارات بصفه مستمره، ما تنلعبوش الرياضه، الذات ديالنا ما تتحركش بصفه عامه، ما تنشربوش الماء بزاف، وما تنتريضوش بصفه عامه، زياده على بعض الاشياء بحال تناول السيجاره، تناول الكحول، اللي تهما تيضاعفوا من الخطوره دي من 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 الاسباب ديال ظهور هذه الاورام، ولا هذه الاورام ديال الجهاز الهضمي. بالنسبه للاعراض ديال هذا سرطان الجهاز الهضمي، بطبيعه الحال كل عضو عنده الاعراض اللي كتعلق به، ولكن بصفه عامه كاين جوج الحوايج. اولا الى لاحظ الواحد بانه ولات يضعف بدون سبب واضح، ماشي تيدير ريجيم ولا تيدير رياضه بزاف ولا شي حاجه باش ضعف، تلاحظ براسو بانه نقص في الوزن، خصو يحط السؤال ويمشي يباشر الطبيب باش يعرف علاش. ثانيا الا تيحس بواحد العياء غير عادي، الا كيطلع في الدروج تيسخف، مشى غير 100 متر شيء الوغ من قبل ما كانش تيوقع له هذا الشيء، تيحس براسو تيعيا. ثالثا مثلا دار شي فحص ولقى بان عنده نقص ديال الدم، هادو كلهم اسباب اللي بصفه عامه كتقدر تتعلق بعده انواع ديال السرطان. دونك هادو اسباب عامه، واسباب اللي كتعلق بكل عضو، مثلا سرطان المعده تقدر يجي الم في البطن، تقدر يجي عسر الهضم، تقدر يجي شكل انتفاخ، ولا حاله ما تيكونش فيها الواحد مرتاح، تجي الحرقه، تجي في هاد الاعراض. بطبيعه الحال اول حاجه اللي كيدير الواحد كيمشي كياخذ العلاج المناسب لذاك الاعراض اللي تيحس بها، ولكن في بعض الاحيان تقدر تكون هذه الاعراض هي اعراض ديال هذا الورم. بالنسبه للمعده، بالنسبه لسرطان الكولون واللي تيوقع بصفه عامه، ولا العلامه الرئيسيه هي الى الواحد تضيع الدم مع الخروج، الدم احمر بصفة عامة. أول واحد أي واحد تيضيع الدم هكذا، إما هو ولا الصديق ديالو، ولا تيمشي لافارماسي تيعطيه الدواء ديال البواسير. البواسير من طبيعة الحال حاجة كثيرة، ولكن ماشي هي السبب الوحيد اللي كاين، وهذا النزيف اللي تيكون من تحت يقدر يكون علامة من العلامات ديال سرطان الكولون. تقدر نكتشف هذا السرطان في درجه متقدمه، في درجه اللي تيكون هذا السرطان بان من مده وبدا تينتشر وبدا تعضي مضاعفات ديالو، بحال مثلا تقدر يولي لواحد صفر، تقدر يولي عنده الام، ولا تيحس بشي كره ولا شي حاجه في كرشو، ولا تيحس اما بالاسهال اما بالقبض، اما تبدا القيء، ولا تيكون نزيف، اما تيرد الدم، ولا تيكون من تحت نزيف احمر. هادو تقدر تكون تشكل علامه ديال السرطان في واحد الدرجه نسبيا متقدمه. غير اللي مهم، اي اعراض من اللي كيحس بها الواحد اللي كتكون غير عاديه تيخصو يمشي يستشر الطبيب ديالو، ومن بعد الاستشارات تقدر تكون فحوص، تقدر تكون اللي كتمكن باش نشخصوا هذا الورم في واحد الدرجه يعني مبكره. وبطبيعه الحال كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كان العلاج عنده نسبه كبيره في النجاح وفي العلاج النهائي. ملي يبانوا هاد الاعراض، وملي تيمشي الواحد يطلب استشاره للطبيب،
وبالخصوص من طبيعة الحال الطبيب الأخصائي في هذا المشكل. السبب طريقة التشخيص الرئيسية الأمراض مثلا الورم المعدة ولا الكولون هو المنظار، ولا تيقولوا بالدارجة التيو. واللي بغيت نقول هو أن المنظار من طبيعة الحال عنده واحد السمعة سيئة بزاف عند عامة الناس، ولكن غير اللي الواحد يعرف دابا بأن المنظار تيدار بواحد التخدير، كيدار بواحد التخدير بالبنج، كيدار في المصحة ماشي في العيادة، لأن كاين التخدير. وملي تيكون هذا التخدير المريض ولا يعني المريض ما تيحش نهائيا بهذا المنظار، يعني كيدوز في ظروف حسنة جدا، لا بالنسبة للمريض لأنه ما تيحس بوالو، ولا بالنسبة للطبيب لأنه هو تيدير العمل ديالو بكل راحة، إذا النتيجة ديالو كتكون أحسن فأحسن. إذا هذا المنظار اللي تيخلع ما خصوش يبقى وسيلة اللي كتقدر تأدي يعني التشخيص متأخر لهذا السرطان. ومن طبيعة الحال ملي تيدار المنظار، هذا المنظار شنو تيمكننا باش نشوفوا هذاك العضو المعدة مثلا ولا الكولون، وتيبان لنا الورم. ملي تيبان لنا الورم تناخذوا منه عينة من ذاك الورم وتنبعثوها للتحليلة، وهي اللي كتعطينا الجواب النهائي على التشخيص ديال المرض والنوع ديالو والشكل ديال العلاج اللي غادي تخصو إلى آخره. وطبيعة الحال ملي تنعرفوا بان كاين الورم كاينين تحليلات اخرين، كاين تحاليل ديال الدم، كاين تحاليل مثلا ليكوغرافي، مثلا سكانير، مثلا هاد يعني التحليلات اللي كنعرفوا بالضبط الدرجه ديال الانتشار ديال الورم. وعلى هذا الاساس طبيعة الحال العلاج يعني كنوجهوا النوع ديال العلاج. الى انتقلنا لجانب الوقايه ديال هذا السرطان، كاين اولا تنتكلموا على هذا الجانب الوراثي. الى كاين شي واحد عنده في العائله ديالو شي حد اللي عنده هذا الورم، تيخصو يباشر ويسول الطبيب ديالو شنو هما المسائل اللي خصو يدير والتحليلات الى اخره اللي تتجنبوا هذا الورم. الحاجه الثانيه هي كاينين بعض الامراض ديال الكولون، مثلا الامراض الالتهابيه المزمنه للكولون اللي كتساعد اكثر ولا اللي كتعطي نسبه اكثر باش يظهر هذا الورم. وهذا الشيء الطبيب اللي تيكون متبع المريض على هذه الامراض يكون عارف هذه النقطه وتيدير تحليلات باش يشخص مبكر هذا الورم اذا كان غادي يظهر. ثالثا الشكل ديال التغذيه ديال الواحد يحاول ينقص من اللحوم الحمراء، ينقص من يحاول ياكل قدر ما ممكن ماكله عاديه تقليديه طبيعيه. ثالثا الواحد يحاول يحسن طريقه العيش ديالو، فيها الجانب ديال التغذيه اللي تكلمنا عليه، وثانيا الجانب ديال الرياضه والحركه. الوزن ما تيساعدش نهائيا، يعني هو سبب كل المعضلات كل الامراض من بينهم هذا المشكل ديال السرطان. اذا الواحد يحاول يتحرك، يحاول يدير على الاقل ديك ساعه ديال المشي في النهار كتساعده كثير على بزاف ديال هاد المسائل هادو. واخيرا كاين السيجاره، كاين الكحول، تناول الكحول، هادو كلها اسباب اللي كتقدر تؤدي لسرطان الجهاز الهضمي. وفي الاخير وكخلاصه، اي اعراض اللي كتلاحظها اللي كيلاحظها الواحد غير عاديه، وبالخصوص مثلا الم في المعده، عسر الهضم، العياء بصفه غير عادي، لقى الواحد عنده نقص ديال الدم ما ياخذش الدواء ديال نقص ديال الدم يعني ويكتفي بهذا العلاج، عنده نزيف ديال الدم حمر من الخروج ما يقولش هادو غير البواسير، عنده شي واحد في العائله عنده هذا المشكل ديال ورم في الكولون مثلا ولا في المعده، نصيحتي له هي يمشي يستشر الطبيب ديالو ويشوف واش يدير تحليلات، واش يمشي بعيد في التشخيص ولا لا، احسن ما يبقى حتى يوصل المرض لدرجه متقدمه. نقطه مهمه بالنسبه لسرطان الكولون بصفه عامه، من واحد العمر ديال مثلا 45 ولا 50 عام، نصيحه مهمه باش الواحد يقلب الكولون ديالو بالمنظار. علاش تنقلبوه؟ لان كنبحثوا على داك البوليب اللي تكلمنا عليه قبيله، بوليب تيكون حميد بحال اللحمه كتكون في الكولون، وهذاك البوليب اللي هو اللي مع الوقت تيولي ورم خبيث، تيولي كونسير.
اذا ملي تنديروا الفحص ديال الكولون بالمنظار وتلقاو داك البوليب تنحيدوه، وكل اي بوليب تحيد الا هو تيكون يعني سرطان اللي الواحد يعني تجنبه. اذا الواحد يحاول يفكر في هذا المنظار من هذا السن ديال 50 عام، وبالخصوص الى عنده شي واحد في العائله اللي عنده نفس المشكل. انا نتمنى هذه النصائح تكون مفيده وساعدت على تغيير بعض العادات، ونلتقى ان شاء الله في حصه اخرى.